وفت ألمانية الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش في قلعة بالمورال عن عمر نهز 96 عاماً بعد 70 سنة في الحكم. اهتم العالم بخبر وفاتها وأثار ذلك حزن الملايين حول العالم، وانتشر مقطع فيديو متداول للحظة إعلان كابتن طائرة الخطوط الجوية البريطانية أثناء تحليقها لخبر وفاة الملكة إليزابيث. وبعد سماع طاقم الطائرة هذا الخبر عبروا عن حزنهم بالبكاء، ويذكر أن الطائرة تلك كانت في أثناء التحليق في رحلة إلى لندن قادمة من نيويورك. تتحد بريطانيا في حزنها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث شهد عشرات الآلاف من الأشخاص يتدفقون على قصر باكنغهام لتقديم احترامهم قبل إعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا. واستمر أفراد من الجمهور في التجمع عند بوابات القصر مع ترك مئات الباقات من الورود والملاحظات الشخصية والشموع تكريما لروحها. لندن صبيحة اليوم السبت 10 من سبتمبر، يومان بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية، وما زالت الحشود تتوالى على قصر باكنغهام الملكي للتعبير عن عزائها وحزنها الشديد في وفاة الملكة، وأيضا لتحية الملك الجديد تشارلز الثالث الذي بات ملكا على إنجلترا وكل دول الكومنولث منذ وفاة أمه قبل يومين تقريبا. الحقيقة أن هؤلاء ينتظرون أيضا أن يخرج عليهم الملك، ربما بكلمة أو ربما بتحية كما حدث يوم أمس عندما قابل الجموع وصافحهم وأيضا تلقى قبلة من إحدهن. على كل حال هذا اليوم يوم كبير، لأنه هو يوم تولي الملك رسميا العرش على عرش المملكة المتحدة كلها. سيلقي كلمة أيضا وسيلقي وزراء الحكومة بيمين الولاء أمام الملك في تحية وتقدير له، وسينشد السلام الوطني الجديد حفظ الله الملك. أما التعليقات وردود الأفعال كانت كالتالي، اخترنا لكم نماذج منها. نبدأ مع التعليق الأول الذي سيظهر أمامكم، وهو من عامر يقول: بريطانيا التي خاضت حروبا وتسببت في قتل الأطفال خصوصا في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في حجة حرب غير عادلة وغير صحيحة، اليوم وبعد هذا العمر من خوض الحروب ذهبت إلى ربها، فماذا ستقول وكيف سترد على تلك الدماء التي سالت بسبب آلة الحرب؟ تعليق من ليلى منهل، تقول ليلى في تعليقها: رحم الله أزهار فلسطين وشبابها الذين يستشهدون في كل يوم، لم يذوقوا النعيم ولم يعيشوا حياة الترفيه ولم ينعموا في بلادهم وماتوا وأعمارهم قليلة، اللهم أسكنهم الفردوس بجوار حبيبك محمد وأفرغ الصبر على قلوب أهلهم يا رب. إذن أيضا تعليق آخر من عمر فوزي يقول في تعليقه: رحيل عملاقة من الجيل القديم في وقت يعيش فيه العالم أسوأ أيامه من الحرب على أوكرانيا إلى حرب نفطية على أوروبا بقيادة فلاديمير بوتين بعد العقوبات الأمريكية ضده ودخول أوروبا على خط أمريكا، فهل خليفة الراحلة إليزابيث الثانية يكون أكثر انفتاحا أو تفتحا ودهاء مثل الملكة إليزابيث الثانية؟ مداخلة أخرى من أحمد، يقول أحمد في تعليقه: أتقدم بخالص العزاء إلى الملك تشارلز والعائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تلك الشخصية المؤثرة التي قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها.